عروسة البحر وريحانته، هنا مبان بيضاء محفوفة بجبال وقلاع وحصون، هنا ليل مطرز بالأضواء والألوان والأصوات والروائح، هنا إنسان طيب مسالم، هنا مدينة المكلا عاصمة حضرموت، فهيا بنا للمكلا فبعدها شاق كما يقال. المكلا كلمة تعني المكان الذي تكلأ إليه السفن والبواخر، أي تحتمي به من الغواصف البحرية، فسواحلها تتميز بالهدوء والسكينة، وتشير المصادر والمراجع التاريخية بأن بناء المدينة يعود إلى عام 670 للهجرة على يد مؤسسها الملك المظفر الرسولي، والذي جعلها مدينة حصينة فبنى حواليها الحصون والأسوار الضخمة المنيعة. يعني معنى ثاني أن المكلا كان له دور تاريخي مهم جدا، والتطور تطور طبيعي، وهذا يمكن الميزة في المكلا، يعني ما تطور التطور مفتعل، الاختيار كان اختيار يعني ذكي جدا، وأعتقد أن الكساد كانوا من الذكاء بحيث أنه اختاروا هذا الموقع بالذات، لأنهم بحارة ونواخر يعرفون الساحل كله، كان أهل بروم وأهل روكوب كانوا دائما تردد على هذه المنطقة أثرونا خيصة، وحتى لما جاء الشيخ يعقوب بن يوسف كان في وجود سكي صيادين بعششهم بغراهم بأكواخهم بهذا في المنطقة هذا في اللسان البحري هذا حق المكلا، وكان متعب كان جاي من العراق وهناك في صراعات، لما شاف هذا المكان الله سبحانه وتعالى أدخل عليه نوع من السكينة والهدوء، إن هذا المكان ممكن يكون مكان مأمن له ويستشفي فيه ويرتاح فيه كل شيء، والله أراد له أن يكون أيضا فيه نهايته فيه، فمات ودفن وقامت المكلا. طبعا دي تاريخين كيف قامت المكلا، الكلام هذا طبعا كل سنة 1110 وهذا قبيل يعني هذا الحدود، لأن طبعا إذا كان بغال الدقة بنتكلم بالدقة بالتفاصيل، لكن بهذا الحدود يعني. أطلق قديما على هذه المدينة بالخيصة، أي مكان اصطياد الأسماك، وتسمى ببندر يعقوب نسبة إلى الشيخ يعقوب بن يوسف أحد سكانها الأوائل. فجاءت تسمية مدينة المكلا من عدة هناك مقالات أو من عدة تسميات، يقال إنها أولا الخيصة بندر عمر المكلا المكنة، والأرجح إلى الصواب هي المكنة نظرا للمكن الآمن لصيانة السفن وحمايتها من الرياح ومن هجيان البحر، وأيضا من عملية القرصنة التي كانت تجوب البحار خاصة بحر العرب والمحيط الهندي. فمدينة المكلا كانت تسمى قديما الخيصة، والخيصة عبارة عن مرفأ للصيادين يأويهم من العواصف البحرية، كذلك أيضا كان يوجد خليج بمدينة المكلا
يجد فيه الصياد مأمله من وفرة الصيد في هذا الخليج. المكلا مدينة آسرة للقلب والروح، فهي جميلة بسواحلها، جميلة ببيوتها البيضاء، جميلة بطيبة أهلها، جميلة بكل شيء فيها. فتعالوا بنا أعزائنا المشاهدين لنطوف ونجول في هذه المدينة الساحرة. حصن الغويزي معلم تاريخي بارز من أبرز معالم مدينة المكلا، وتحفة معمارية فريدة وشهيرة. يقع الحصن في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة المكلا، وبني لأغراض دفاعية وعسكرية، وذلك عام 1716 للميلاد، وأنشئ على سفح صخر منحني، ويتكون من طابقين، كل طابق به حجرات متعددة. حصن الغويزي هو كغيره من الحصون التي بنيت في المكلا، ولكن تميزه كان موقعه التاريخي، كان هو البوابة الشمالية لمدينة المكلا. والحصن عبارة عن برج مراقبة كما هو معروف لدى الكل، ولكن هناك حصن آخر لم يشتهر بنفس الذي اشتهر به حصن الغويزي، وهو مواجه له. لماذا؟ لأنه كان يكمن في مكان غير استراتيجي بالنسبة لمدخل المكلا الشمالي. حصن الغويزي بني طبعا مثله مثل أو من طراز الحصون، في هناك حصون عدة فوق الجبل المطل على مدينة المكلا، ولكن هذه يقولوا لها الحصن برج المراقبة البحرية، ولكن هو يتميز بأنه برج المراقبة البرية، التي كان كثير من البدو والقبائل كانت تدخل من هذا أو هذه البوابة. جماله ووجوده فوق هذه الصخرة المنحوتة بشكل فني هندسي رائع هو الذي جعل الكثير أن ينظروا إليه كمعلم ليس تاريخي فحسب، ولكن معلم جميل سياحي ممكن أنه يظهر من خلال بنائه، من خلال ما هو معروف لدينا أنه يحتوي على عدة غرف، وكذلك أيضا اتساعه، لأنه في بعض الحصون التي بنيت حصون صغيرة غير مرئية. هنا وسط مدينة المكلا يقع قصر السلطان القعيطي، أحد أبرز المعالم الأثرية والتاريخية في المدينة. أنشئ هذا القصر عام 1925 للميلاد في عهد السلطان غالب بن عوض القعيطي. يتكون القصر من 3 أدوار، وتحيط به بساحة كبيرة مصورة. حالياً يضم القصر متحفاً به قطع أثرية، وكذا مخلفات سلاطين الدولة القعيطية، فالقصر بحق يمثل أحد مفاخر العمارة الإسلامية.
إذا تحدثنا عن القصر السلطاني بالمكلا، طبعا هو المعلم التاريخي الذي لا زال حاضرا أمام أعين الناس. هذا القصر بني في عام 1925، والذي بناه هو السلطان غالب بن عوض القاعقي. أولا إذا تحدثنا عن النمط المعماري، طبعا الهنود متميزون في عملية العمارة في ذاك الوقت، وبني بالنمط المعماري الهندي، طراز هندي كامل. هنا فوق مسجد جامع عمر بمدينة المكلا تقع المكتبة السلطانية، فتعالوا بنا نتعرف عليها. تأسست هذه المكتبة سنة 1941 في عهد السلطان القاعقي صالح بن غالب القاعقي، والذي زودها بالكتب والمراجع والدوريات التي اقتناها من الهند ومكتوبة باللغات الأجنبية والعربية. تمتاز المكلا بطابعها المعماري الجميل والمميز، فمآذنها وبيوتها البيضاء كستها جمالا وحسنا. فمباني المكلا ترتفع إلى 4 طوابق وتشرق على ساحل شاطئ بحر العرب، وتستند هذه البيوت بجبل يقف خلفها شامخا لتعطي لوحة جميلة تأسر الناظر إليها. بيوتها المعمارية كانت بنيت من الحصى، الحجارة العادية، ومن النورة. كانوا لا يعرفون هناك الإسمنت والمسلح اللي هو زي مثل ما هو موجود حديثا. وتجد هذه المباني إلى اليوم والليلة في بعضها أكثر من حوالي 150 سنة أو شيء من هذا القبيل. وأي مشاهد لمدينة المكلا طبعا يجد أن مدينة المكلا تمتد بين الجبل وبين البحر، حتى أنه في يوم من الأيام أنا قرأت لمستشرق أجنبي الذي يكون إيطاليا، سمى المكلا بفينيسيا الشرق، طبعا تيمنا بفينيسيا الغرب اللي هي موجودة في إيطاليا. موقعها وكذلك أيضا إطلالة الجبل عليها والبحر الذي كان يرتطم بالبيوت المحاذية للبحر، كان البحر يرتطم بالبيوت، ويمر الصياد بقاربه الصغير وتراها النسوة، تراها الأطفال، تراها العامة أمام بيوتها من شرفاتها وكذلك أيضا من أبوابها. هنا الليل مطرز بالأضواء، هنا طب العليل، هنا يخاطب الإنسان روحه، هنا يشم الإنسان رائحة الحياة، هنا خور المكلا أحد أبرز معالم المدينة السياحية. خور المكلا معلم سياحي بارز من أهم معالم المدينة،
فبه زاد حسنها وجمالها وتألقها، ففي كل مساء تضيء أنواره سماء المدينة، وعلى جنباته يلتقي الأحباب والأصدقاء مستمتعين بزرقة البحر الحضرمي الأصيل. خور المكلا فكرة قديمة جدا يحمله أهالي المكلا. طبعا فكرة المشروع درجة أساسية هي محاولة الحد من الكوارث التي كانت تتوالى على مدينة المكلا من سنة لأخرى، سيول كبيرة جدا تصيب المكلا بالدمار، وهدف هذا المشروع هو السيطرة على هذه السيول وحماية مدينة المكلا من مخاطرها، وأيضا تحويل الآفة الكبيرة في المكلا والتي كانت تسمى بالعيقة، واللي هي عيقة المكلا، والتي كانت يعني منطقة رديئة جدا بيئيا وصحيا وأيضا اجتماعيا، ولكن بفضل هذا المشروع تحولت هذه المنطقة من منطقة بيئية سيئة إلى منطقة سياحية درجة أولى. طبعا الخور المكلا تم حفر قناته بطول 1600 كيلو، وبعرض متوسط 50 متر في المنطقة الوسط، يتسع عند الجسر الصيني إلى 70 مترا، وبعمق تحت مستوى البحر عند الجزر ب3 أمتار، بحيث عند المد البحري يصل عمق الماء في الخور إلى حوالي 5 أمتار، لكون المد يصل في بعض الأحيان إلى 2 إلى 2.60 سنتيمتر. استغرق تنفيذ هذا المشروع حوالي 2.5 سنين، ابتداء من عام 2002 إلى 2005. فعلا جميلة هي المكلا، ففيها الشعراء والفصحاء تغنوا، ومن جميل ما قاله شاعر حضرموت الشاعر حسين أبو بكر المحضار: لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلا، لك إذا ما فيك معروف ولن نتركك يا المكلا، فبعدك شاق. سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك العشق كلام، ايش شوقاني في اشباكك وانا عيني لا زال معنا الكثير من أسرار هذه المدينة. تابعونا في الحلقة المقبلة من فقرة مدن حضرمية. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة جديدة من معالم حضرمية. لازلنا نطوف ونجول في القصور والحصون الجميلة والفريدة بالغنة تريم، فهي شاهدة على حضارة وتاريخ مدينة تريم التليد، فهيا بنا نطوف ونجول. نحن الآن أمام قصر من أجمل القصور،
وأحد الشواهد المعمارية التريمية البديعة إنه قصر المنيصورة. فتعالوا بنا أعزائي المشاهدين لنتعرف على هذا القصر. بني هذا القصر في عام 1351 هجرية، 1952 للميلاد، وأسسه السيد أحمد بن عمر بن يحيى، وهو لوحة معمارية بهية وأكثر القصور إبداعاً وجمالاً وهندسة. أكثر ما يميز هذا القصر زخارفه الجميلة والفريدة، وكذا واجهته الخارجية ذات الأعمدة الصغيرة وألوانه الجميلة المتناسقة والمتناغمة. يعتبر قصر المنيصورة من أجمل القصور الموجودة في مدينة تريم. من أهم مميزات هذا القصر الاهتمام المصمم بالتنسيق الحدائق المحيطة بهذا القصر التي منسقة بشكل جميل جدا وتناغمها مع القصر ومبنى القصر. أيضا جمال المدخل الجنوبي لهذا القصر، القصر مبني من أو يعني به كثير من التفاصيل الجميلة. أيضا هذا القصر من أشهر ما فيه الفناء الداخلي، به فناء داخلي مفتوح على الفضاء الخارجي، يطلق قديما أو معروف في كثير من القصور بالشمسة، وتعلوه غرفة جميلة جدا. هذه الغرفة من أجمل الغرف التي تحتوي على تهوية من أربع جهات. قصر السلام أحد القصور التريمية المشيدة عام 1375 للهجرة، الموافق 56-900 للميلاد، وبناه السيد محمد بن حسين الكاف أحد أثرياء مدينة تريم. قصر السلام أحد القصور التريمية المشيدة في عام 1375-1956 للميلاد، وبناه السيد محمد بن حسين الكاف أحد أثرياء مدينة تريم. نحن الآن أمام قصر حنطور أحد أبرز وأشهر القصور التريمية، فتعالوا بنا لنشاهد ونتعرف على هذا القصر الرائع. هنا قصر حنطوط أحد أبرز وأشهر القصور التريمية، يحوي أسرارا معمارية فريدة وعجائب هندسية. بالنسبة لقصر حنطوط أيضا من القصور الجميلة في مدينة تريم، هذا القصر مساحته يعني يعتبر من المساحات الكبيرة بالنسبة للقصور الأخرى. من أهم ميزات هذا القصر هو جماله وبساطة التشكيلات المعمارية والألوان المعمارية البسيطة، يختلف عن باقي القصور الأخرى. ولكن من أهم مميزاته الفناء الداخلي المفتوح على الداخل على الفضاء الخارجي، وهذا الفناء يحتوي على مسبح أو فناء مائي. الفناء المائي الهدف منه الرئيسي ليس للسباحة وإنما لتلطيف الجو في هذا القصر، وأغلب الغرف مطلة على هذا الفناء في 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 في, في الأدوار في الدور الأرضي وفي الدور الأول. طبعا معمول هذا الفناء أو الفناء المائي معمول بطريقة جميلة جدا، بطريقة منسقة كيف دخول الماء وكيف خروج الماء، لأنه كان الماء يخرج يدخل إليه من البئر ويرتفع بشكل عالي جدا، لأنه البئر كانت منخفضة.
فله مجاري منسقة مرتبة، يدخل الماء ويخرج الماء بشكل جميل وبشكل سلس جدا، بحيث أنه طبعا الذي يعرف الماء يؤثر كثير على المباني الطينية، ولكن لأنه طريقته معمولة بطريقة منسقة جدا، فالحمد لله لا زال هذا القصر باقي إلى حد الآن. ماذا عسى أن يقال عن قصر حمطوط؟ فالدمار بدأ يطاله وهو يستنجد لإنقاذه، فدعوة نوجهها للمعنيين، فتراثنا هويتنا. أعزائنا المشاهدين، دعونا نذهب وإياكم لنطوف في قصر جميل من أجمل القصور التريمية، إنه قصر القبة، فهيا بنا. نحن الآن أمام بوابة قصر القبة والمحفوف بالبساتين والحدائق والبرك المائية، فتعالوا بنا لنتعرف عليه. بني هذا القصر في عام 1355 للهجرة، 1936 للميلاد، وبناه السيد محمد بن حسين الكاف، ويقع وسط المزارع المنتشرة في عديد أكبر أحياء مدينة تريم. ويتميز القصر بحديقته الغناء والبساتين المحفوفة به وببركه المائية المعدة للسباحة. معمار هذا المبنى مميز وفريد، فقد اعتني بزخرفة واجهته الشرقية والأساسية حيث المدخل الرئيسي. على سطح هذا المبنى تعلو قبة تنتصب على قاعدة مضلعة، أعطت المبنى جمالاً ورونقاً فريداً. ويتميز القصر بزخارفه البديعة والتي تزين الجدران والسقوف. وداعاً قصر القبة، وأمنيتنا أن تبقى معموراً كما كنت، وهيا بنا لقصر آخر. نحن الآن أمام قصر الكاف، والذي بناه السيد عبد الرحمن بن شيخ الكاف في العام 1938 للميلاد. يعتبر قصر الكاف واحداً من أجمل قصور تريم وأضخمها بناءً، وهو يشبه قصور روما القديمة، فواجهته مزينة بالأعمدة الضخمة، وبه نوافذ وزخارف بديعة أكسبت القصر نفساً أسيوياً. خلف هذا القصر توجد حديقة بديعة تتوسطها نافورة وحوض سباحة ومسرح. للأسف وبسبب الإهمال الشديد لم يبقى من هذه الحديقة إلا الأطلال، وإنه ليحزننا أن نقول إن القصر في طريقه للانهيار والزوال، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ سلام الله عليك أيها القصر، وإنك لمسكين، فالخراب والدمار قد طالك بعد أن كنت تحفة ومفخرة، وهيا بنا إلى قصر آخر. هذا هو قصر التواهي ذو الواجهة الجميلة، وهو أكثر القصور حظاً، فما زال معموراً حتى يومنا هذا، وقد بني عام 1938 للميلاد. هذه إذن
هي بعض من قصور وحصون تريم نموذجا للإبداع التريمي، وشاهدة على حضارة وتاريخ عاشته هذه المدينة، فهي مفخرة للبلاد والعباد.